اقترب شهر رمضان ولهيب نار الأسعار لم ينطفئ، فموجة الغلاء بدأت فتصاعدت ثم استمرت على أغلب المواد والبضائع الأساسية والاستهلاكية. استمرارها ولد كما يقول مراد كسادا في حركة السوق، وأثر على عملهم كأصحاب قوت يومي. من الصبح اليسر أنا مستغل 2000 دينار، مطلوب من عندي مصروف، مطلوب من عندي أجار، مطلوب من عندي سحب انترنت، كل هاي مطلوب من عندنا. وش تسوي الوضعية؟ فدنا تعبانة وماكو حركة، ماكو شغل، بسرعة عامة. في غرفة تجارة بغداد يجتمع أصحاب الاختصاص. النقاشات تدور هنا بين الغرفة والتجار حول الأزمة الاقتصادية لإيجاد الحلول لها ومعالجتها في ظل استمرارها مع اقتراب شهر رمضان. دعوة كانت لتاجر البغدادي وتاجر العراقي من أجل مناقشة بعض المعوقات التي تواجه التاجر العراقي والتجارة بصورة عامة. عندنا مناقشة مستفيضة مع وزارة التجارة ومع وزارة الزراعة، مع السيطرات الأمنية اللي موجودة بالحدود، منافذ الحدودية، سيطرات الداخلية، هذه كلها متواجدين تجارنا الآن لغرض مناقشتها. 9 مقترحات خرج بها اجتماع الغرفة على الورق تساهم من منظارهم في فك أجزاء من عقدة الأزمة الاقتصادية كبقية القراءات في حلحلتها. أما على الأرض فالأزمة ما تزال حاضرة مؤثرة ولم يسجل لها الغياب. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.